على مسافة 190 كيلومتراً من سواحل مدينة بورسعيد، وفي أعماق تصل إلى 4100 متر تحت سطح البحر بمنطقة امتياز شروق البحرية، قدم قطاع البترول ملحمة وطنية وتحقق الكشف. ظهر الذي يعد بحق فتحاً جديداً في الصناعة البترولية، ليكون شعلة ضوء تنير الحاضر وتفتح آفاقاً من الأمل للمستقبل. لم يكن هذا الكشف وليد المصادفة، بل نتاج جهود متميزة تكاملت فيها الأدوار ما بين قيادة سياسية تدرك بفهم كامل احتياجات الحاضر وتستشرف المستقبل، وسلطة تنفيذية واعية، وقطاع إنتاجي عريق، وشركاء عالميين حريصين على شراكة مصر تقديراً لمكانتها. من سنة ونص تقريباً استلمنا أرض المشروع هنا، كانت عبارة عن أرض فاضية، وكان التحدي هل هنقدر في خلال السنة ونص إننا نخلص مشروع بالحجم ده في الوقت القصير ده؟ الحمد لله بفضل الله بدأنا، والنهاردة بنشوف الحلم والتحدي ده حقيقة. إنجاز تابعه العالم كله، وأولته القيادة السياسية اهتماماً واسعاً ومتابعة دقيقة، إسهاماً في الإسراع بمعدلات التنفيذ ليكون بحق مشروع الأرقام القياسية، بداية من توقيع اتفاقية امتياز بترو شروق بين قطاع البترول وشركة إيني الإيطالية في 30 من يناير لعام 2014. مشروع كبير جداً، وكان لازم فيه نطبق استراتيجية العمل 24 ساعة، لأن كان بيحكمنا تو فاكتورز المشروع، عاملين أساسيين، عامل الوقت وعامل الكميات، كميات كبيرة جداً والوقت صغير جداً. 18 شهراً فقط من توقيع الاتفاقية تحقق الكشف، 6 أشهر من تحقيق الكشف إلى توقيع عقود التنمية، 28 شهراً من تحقيق الكشف بدأ الإنتاج. استثمارات ضخمة تعدت 12 مليار دولار ليسجل بذلك إنجازاً فريداً من نوعه، حيث تتطلب الاكتشافات الممثلة من 6 إلى 8 سنوات على المستوى العالمي حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج. مشروع تطلب لتنفيذه تقنيات عالية ومتطورة، وأعمالا وخبرات فنية متخصصة، ولحرص الدولة على دخوله مرحلة الإنتاج في وقت قياسي، تم تكوين لجنة عليا برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية للمتابعة الدائمة وتذليل العقبات. لولا تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراء السريع المناسب وبيدي التوجيه لإزالة كل المعوقات لاستلام الأرض وإعطاء التراخيص، وبالفعل بدأ العمل مباشرة بعد 30 يوم في الموقع. وتأسست له بترو شروق كشركة مشتركة بين الجانبين المصري والإيطالي في فبراير 2016 تحت مظلة شركة بترول بلاعيم القائم بالأعمال للمزيد من الإنجاز. تضافرت جهود الشركات البترولية المصرية في أعمال التصميمات الهندسية والتنفيذ من تصنيع وتركيب وإنشاء، وعلى رأسها إمبي وبتروجيت وخدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى عشرات من شركات القطاع الخاص الوطنية، ليكون المشروع العملاق تطبيقاً فعلياً لسياسة الدولة في تعظيم المكون المحلي في المشروعات الكبرى. ويدخل حقل ظهر مرحلة الإنتاج ليفتح باب الأمل في اكتشافات أخرى تدعم الاقتصاد القومي وتجذب الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المياه العميقة المجاورة لحقل ظهر بالبحر المتوسط، لتسهم في زيادة احتياطات مصر وإنتاجها من الغاز الطبيعي. ظهر إنجاز يعد تحولاً جذرياً في قطاع الطاقة المصري لما له من أثار استراتيجية كبيرة، تخفيف جانب من أعباء تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال عن كاهل الموازنة العامة للدولة، توفير النقد الأجنبي، وتأمين إمدادات الغاز لكافة القطاعات الاقتصادية، المساهمة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة وتداول الغاز والبترول. كما سيلعب ظهر دوراً رئيسياً بجانب اكتشافات الغاز الأخرى الجاري تنميتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر بنهاية عام 2018. السوق المحلي هو أولوية الدولة لضخ إنتاج المشروع، والتي نشهدها اليوم
بتدفيع حوالي 350 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي. يزيد هذا الإنتاج ليصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز يومياً باكتمال أعمال المرحلة الأولى من المشروع، ويرتفع الإنتاج تدريجياً ليصل في نهاية عام 2019 إلى 2.7 من عشر مليار قدم مكعب يومياً. وبالرغم من كل الصعوبات اللي قابلتنا أثناء سحب الخطوط وداء المنصات، قدرنا الحمد لله وبفضل الله أن احنا نتغلب عليها، وده من خلال الخبرات والمعدات مصرية 100%. ظهر عامل جذب استثماري كبير، تلك حقيقة تعكسها مشاركة شركتي بي بي البريطانية وروزنفت الروسية مع شركة إيني الإيطالية في المشروع. لسه قدامنا مشوار طويل، لسه هنكمله، بس اللي احنا فعلا انجزناه في الفترة اللي فاتت دي ده كان اعجاز. دي ايه قدرنا ان احنا نحقق مشروع ضخم في وقت قياسي. كان لترسيم الحدود مع قبرص دور كبير في المساهمة في طرح منطقة امتياز شروق البحرية في المنطقة الاقتصادية المصرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط. طوال السنين اللي فاتت كلها لا نستطيع ان احنا نعمل تنقيب عن الثروات اللي موجودة في البحار في مياهنا الاقتصادية. احنا لما عيننا الحدود مع قبرص اتاح لنا ان احنا نعمل تنقيب في المياه الاقتصادية بتاعتنا، فطلع غاز او حقل ظهر. وها هي مصر تجني ثمار سياساتها الواعية وتمضي قدما نحو تحقيق طموحات شعبها الكريم بعزم وإيمان وقدرة على الإنجاز، ولتشرق شمس الحاضر لترسم آفاق المستقبل. حقل ظهر، أيقونة غاز المتوسط.